جهود مستمرة لمديرية إدارة الضباط في إكمال معاملات ترقية الضباط لجدول كانون 2023. مشاهدين الكرام كونوا معنا. حقيقة الكل يعرف أنه عمل إدارة الضباط هو عمل ضد الساعة، حيث أنه عملها يتقيد بالملزمين بتوقيتات، وهذه التوقيتات بالنسبة لترقية الضابط لا تعني نقلة من رتبة إلى رتبة أرفع وحاسب، بل تتطلب الكثير من التأشيرات والكثير من الإجراءات من الملاكات المناصب. أكيد المتابعة حثيثة من خلال استقبال المعاملات الترقية، صعودنا للأقسام المختصة وتأشيرها، ومتابعتنا بشكل يومي ورفع تقرير أسبوعي بمجرى الأعمال. قسم ترقية الضباط الأعوان معنا بتهيئة وإعداد جدول ترقية ودورات وتأشير لتغيير الصنوف. تم إكمال 80% من أعمال الجدول لحد الآن، والعمل مستمر إلى حين صدور جدول الترقية. عادة يعني نستلم المعاملات قبل فترة طويلة، يعني احنا بالقانون يعني يصدر جدول حذف واحد، احنا نصدر جدولين حذف حتى يقدر الضابط يعني عنده مدة يعالج الخلل عنده القانوني ويرجع لنا المعاملة حتى ينشمل من ضمن الضابط ما الترقية. تم استلام معاملات الترقية فيما يخص جدول كانون 2023، بالإضافة إلى جدول تموز 23 بالاستفادة من القدم والشكر والتقدير من السيد رئيس الوزراء بالأمر الوزاري 3831، والعمل جاري ونسبة الإنجاز 90% فيما يخص تدقيق معاملات الترقية. طلب أنه في هذا الجدول زخم العمل للضباط المستحقين الترقية بجدول كانون وجدول تموز 23. أثر عليكم هذا الموضوع؟ لا، احنا مثل ما تعرف انه التأثير بالعمل ما يأثر، بس يحتاج انه مضاعفة الجهود. العمل ساري ان شاء الله على قدم وساق، بحيث انه الأقسام اللي المعنية بالموضوع قسم ترقية الضباط القادة وقسم ترقية الضباط الأعوان متابع الموضوع بالتفاصيل، ودا نشتغل انه على مدار اليوم بحيث انه نكمل الجدول الترقية على اتم وجه باذن الله تعالى. لإعلام وزارة الدفاع، المقدم حمد الطائي.